بحثت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل عضو مجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي مع السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مقترح مملكة البحرين إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي. وقد أشاد السفير كمال حسن بالمقترح مؤكدا اهتمام الجامعة العربية بالمشروعات التي تصب في تعزيز كفاءة النظم الغذائية العربية. هذا وأكدت الدكتورة جهاد الفاضل خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن الخطوة المقبلة ستكون استكمال المشاورات مع جامعة الدول العربية لبلورة التصور ليتخذ مساره القانوني المناسب. اللقاء كان إيجابيا للغاية ويوجد تفهم كبير من قبل قيادة الجامعة العربية لضرورة وضع الحلول السريعة لملف الأمن الغذائي، وهو حقيقة هاجس جميع القارات والبلدان. فهذا الاهتمام الرفيع من الجامعة انعكس بحفاوة الاستقبال وتوجيه الأجهزة المتخصصة في جامعة الدول العربية لدراسة اقتراح إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي وإعداد تقرير بشأنه لرفعه لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. أهمية مشروع المركز أنه يضع الخطط والمعالجات لفترات الكوارث والأزمات مثل ما حدث بفترة الجائحة. أيضا يدعم مبادرات صناعة الغذاء واعتماد التقنيات الحديثة، ويرتب لإنشاء مخزون استراتيجي عربي للأمن الغذائي، وهذه طبعا لا يختلف اثنان على أهمية هذه الأمور. أيضا يسهم المشروع في تسريع مسار التكامل الاقتصادي العربي بما يوفر شبكة أمان غذائي من خلال تكثيف حركة الاستيراد مع الدول العربية الزراعية أو اللي تقام على أرضها مشروعات غذائية، بحيث أن يعني تستورد الدول العربية احتياجاتها الغذائية من دول عربية أخرى بتسهيلات اقتصادية مرنة وتعود بالنفع على المستورد والمصدر. الخطوة المقبلة بإذن الله ستكون استكمال المشاورات طبعا مع جامعة الدول العربية لبلورة التصور ليتخذ مساره القانوني المناسب.